الكويب والبايكوسايد والتانينز، ولازم بس تفتكر معايا من الترم الاولاني والسنه اللي فاتت التقسيمه بتاعت المنهج ماشيه ازاي. دخلت قبل كده في حاجه اسمها البرايمري ميتابولايت وحاجه اسمها السكند ميتابولايت. والبرايمري ميتابولايت دي الحاجات الاسينشال فور بلانت سيل، حاجات مهمه، عشان كده كنا بنقول عليها برايمري ميتابولايت. فور اكزامبل هناخد منها الترم ده الكربوهيدرات، انما كل الاكتف كونستيتوانت او كل المواد الفعاله اللي احنا هندرسها هي عباره عن سكند ميتابولايت، زي الالكالويد وزي الجلايكوسايد وزي التانين. ده اول حاجه لازم تكون عارفها، عشان اول سؤال هتساله في الشفوي لو دكتور عبد الخطير هو اللي يسالك في الشفوي هيقول لك ايه البرايمري ميتابولايت وايه السكند ميتابولايت، او المصنف للمنهج اللي انت بتاخده. فانت هتقول له كده في برايمري ميتابولايت زي الكربوهيدرات، وفي سكند ميتابولايت زي الحاجات دي، تمام؟ هيبتدي يقول لك طب اتكلم لي على الكربوهيدرات. في دكاتره ما بتبقاش محضره المنهج او هو بيشرح لفرقه ثانيه، فيبتدي يوقعك في الشفوي ويقول لك صنف لي الكربوهيدرات، تمام؟ انت هتقول له الكربوهيدرات في مثلا مونو ساكرايد، باي ساكرايد، تراي ساكرايد، بولي ساكرايد، وتديله مثال على كل حاجه. خلاص؟ الالكالويد هتقول له الانواع بتاعتها، الجلايكوسايد هتقول له الانواع بتاعتها، وهكذا. فانت لازم في الاول تبقى عارف التقسيمه دي. كربوهيدرات ده برايمري ميتابولايت، كل اللي انت هتاخده بالتفصيل في المنهج ده اسمه ايه؟ سكندري ميتابولايت. مبدئيا التوزيع بتاعت الدرجات البيبر عليه 90 درجه. الجلايكوسايد الكالويد كربوهيدرات، عشان ما اضحكش عليك وعشان الناس اللي بتكتب محاضرات والناس اللي بتفتي، تمام؟ انا بقالي 10 سنين بدي فايتو، كل دكتور بيحط الجزء بتاعه وكل جزء عليه نفس الدرجات، يعني تقريبا حوالي 27 درجه او 26 درجه، كل جزء عليه 27 درجه. في ناس كده السنه اللي فاتت قالوا للطلبه ان الكربوهيدرات عليه 11 درجه، الطلبه دخلوا لقوا الكربوهيدرات عليه 33 درجه، فالناس دي شكرا بالنسبه لثلث الامتحان انت سبته فاضي معايا. فاحنا بنقول ان كل جزء غالبا عليه 27 درجه، وارد بقى يزيد 3 درجات يقل درجتين، بس ده الرينج اللي احنا بنتحرك فيه، مفيش حاجه اسمها الكربوهيدرات مش مهم، ماشي؟ كل جزء بيبقى عليه درجات، تمام؟ هنبتدي ان شاء الله بجلايكوسايد، محدش يقلق هم شغالين ايه في المدرج، انا كده كده بتابع المحاضرات. غالبا هم كل سنه بيشتغلوا في جزئين وساعات بيشتغلوا في ثلاث اجزاء مع بعض. تلاقي كل دكتور داخل نص المحاضره او المحاضره بيشرح الكالويد، تلاقي الدكتور داخل يكمل كربوهيدرات، بيحصل فيه لخبطه. فانا كده كده ان شاء الله احنا هنسبق، فاحنا هنبتدي بالجلايكوسايد. هتديني ان شاء الله اسبوعين هكون مخلصك الجلايكوسايد. لو في كويز هيتعمل غالبا هيبقى على جزء الكربوهيدرات، وده هيبقى عليه 5 درجات. كويز على الاقل هيبقى بعد شهر. بعد شهر هنكون احنا خلصنا الجلايكوسايد وعملنا امتحانين ثلاثه عليهم، وفي نفس الوقت خلصنا معظم الايه؟ الكربوهيدرات، ماشي؟ فما حدش بقى يقول لي المحاضره، انا كده كده لازم اتابع المحاضرات، مش هديك منهج وانا ماليش دعوه بالشرح في الكليه، خلاص؟ بس انا عاوز ابتدي بالجلايكوسايد لان ده اخر جزء موجود في المنهج. الالكالويد في ناس بتقول عليه اصعب جزء، ده اسهل جزء، تمام؟ بس هو كبير شويه. الاستراكشرات بتاعته سهله جدا. انما الجلايكوسايد يعتبر ده ارخم جزء في المنهج لان الاستراكشرات بتاعته كبيره، وكل الاستراكشرات انت مطالب بيها. مفيش حاجه اسمها استراكشر يجي مرسوم واستراكشر انت بترسمه. احنا هنحفظ كل الاستراكشرات مع بعض في الحصص، وهاجي يوم الامتحان هقول لك المنهج فيه 150 مركب هتحفظ منهم 30. ال 30 دولت هتسمعهم او هيجوا لك مرسوم. باقي ال 150 اللي عاوز يحفظهم بقى دي حاجه ثانيه. معايا؟ فانتوا بس هتمشوا شويه ان شاء الله واحده واحده. هنبتدي كده بالجلايكوسايد، هنشرح بس الانترودكشن. الجلايكوسايد زي ما اتفقنا ده عباره عن سكند ميتابولايت بيتكون داخل البلانت تيشو، ده عباره عن كومباوند من الاسم جلايكوسايد. كلمه جلايكو جايه من حاجه اسمها جلايكون او شوجر، زي ما خدنا في الكومبو السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. سايد يعني انذر بارت، في جزء تاني. في جزء تاني بقول عليه نان شوجر، اقول عليه اجلايكول. الجلايكوسايد ده عباره عن كومباوند بيتكون من تو بارت، بارت اسمه جلايكول اللي احنا بنقول عليه شوجر، وبارت تاني بقول عليه اجلايكول او بقول عليه نان شوجر، او ساعات كنا بنسميه جينين. افتكر كده معايا، خدت الليكورش كان في حاجه اسمها سابونينز جلايكوسايد، مش شرط اقول جلايكوسايد، هي معروفه ان السابونينز ده نوع من انواع الجلايكوسايد. اقول ان السابونينز ده جلايكوسايد،
لما كان بيحصل له هيدروليسيس كان يطلعني ها فري شوجر زائد حاجه اسمها سابوجينين. فاكرين الكلمه دي عدت علينا في سنه ثانيه. سابوجينين ده عباره عن ايه؟ ده نان شوجر بارت بتاع السابونين اللي هو المفروض بيتفاعل مع الشوجر ويعمل لي حاجه اسمها ايه؟ السابونين جلايكوسايد. فالجلايكوسايد ده عباره عن حاجتين، شوجر ماسك مع ايه؟ مع نان شوجر. النان شوجر اسميه اجلايكول، الشوجر اسميه جلايكول، او اقول على النان شوجر ده اسمه ايه؟ جينين. تلاقي في اخره كده كلمه جينين. سابوجينين ده عباره عن الاجلايكول بتاع السابونين جلايكوسايد. في مشكله؟ في مشكله؟ مبدئيا يا جماعه الشوجر بارت ده بيبقى بولر، فده اللي مسؤول عن السوليبيليتي ومسؤول عن الابزوربشن بتاع الجلايكوسايد. علشان الدواء ده تاخده ويديك الفارماكولوجيكال افكت بتاعه لازم يكون بيدوب، وعشان الجلايكوسايد ده يدوب لازم يكون في بارت بولر. البارت البولر اللي موجود عندي هو الايه؟ ها الشوجر بارت. طب الجزء الثاني ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الفارماكولوجيكال افكت. الدواء بيشتغل على ايه بالظبط؟ بمعنى هتلاقي في جلايكوسايد، ركز في الحته دي، هتلاقي في جلايكوسايد في جلوكوز مع حاجه ثانيه بيشتغل على القلب. نفس الجلايكوسايد او في جلايكوسايد ثاني في جلوكوز برضه وحاجه مختلفه هنا وبيشتغل على الكلى. في جزء ثاني او في جلايكوسايد ثاني في جلوكوز مع حاجه ثالثه وتلاقيه بيشتغل على الليفر. في جلايكوسايد رابع تلاقي فيه جلوكوز برضه وحاجه ثانيه هنا ويديك افكت توبيكال، يشتغل انتيسيبتيك، يشتغل وايتنج ايجنت وهكذا. معنى كده ان الشوجر بارت ملهوش اي دور في الفارماكولوجيكال افكت. مين اللي مسؤول عن الفارماكولوجيكال افكت بتاع الجلايكوسايد؟ النص ده. النص ده هو اللي بيختلف وهو اللي بيديك الافكت المطلوب اللي انت محتاجه. انما الشوجر كل وظيفته في الموضوع ايه؟ ها؟ سوليبيليتي والابزوربشن. طب سؤال، طب ايه اللي يخليني ادي الدراج على هيئه جلايكوسايد؟ طب ما انا ادي الدراج بتاعي على طول على هيئه ايه؟ ها؟ جلايكول. هيحصل له ابزوربشن؟ مش هيحصل له ابزوربشن. لان ده لوحده لو اديته لوحده مش هيحصل له ابزوربشن، لانه ما بيكونش ليه هاي سوليبيليتي ما يدوبش، فبالتالي مش هيبقى ليه افكت. فانا لازم ادي جلايكوسايد على بعض يحصل لها ابزوربشن، تخش الباس سيركيوليشن، كانك بتدي برو دراج بالظبط. الرابطه دي تتكسر ويطلع الفري اجلايكول يديك الافكت المطلوب. في مشكله؟ طيب الرابطه ديت اقول عليها جليكوسيديك بوند، ينفع اقول عليها الايثر، ينفع اقول عليها الاسيتات، وده ان شاء الله هنعرفه بالتفصيل في جزء الكربوهيدرات. طب بلاش في المقدمه بتاعت الكربوهيدرات. مؤقتا هنعرف الرابطه بين الشوجر والنون شوجر زي ما هنرسمها كمان شويه. ممكن اسميها اسيتات، ممكن اسميها ايثر، ممكن اسميها جليكوسيديك بوند وهكذا. ده بالنسبه للديفينيشن بتاع الجلايكوسايد. خلاص؟ المقدمه قرايه فاهم؟ لما هيجي نقطه معينه هقول لك ركز عليها جالك في الامتحان. العنوان اللي بعد كده. هنصنف يا جماعه الجلايكوسايد على حسب ايه؟ بص كده معايا. هنصنف الجلايكوسايد على حسب الاجلايكول، على حسب الكيميكال ستراكشر بتاعه. هنصنف الجلايكوسايد على حسب الرابطه اللي موجوده في النص. هنصنف الجلايكوسايد على حسب نوع ها؟ حسب نوع الشوجر. نبتدي نعمل كلاسيفيكيشن على حسب الاجلايكول او النان شوجر بار، ودي جت قبل كده في الامتحان كان عليها درجه ونص. تمام؟ قال لي اعمل كيميكال كلاسيفيكيشن للجلايكوسايد ويز اكزامبل فور ايتش واي. صنف لي جلايكوسايد كيميكال كلاسيفيكيشن على حسب الكيميكال ستراكشر بتاع النص ده، واديني مثال على كل نوع، وده كان عليه درجه ونص وكان سؤال سهل جدا. هقول له ممكن الاجلايكول دوت يكون مثلا فينول، صح؟ الفينول يتفاعل مع الجلوكوز يعمل لي فينول جلايكوسايد، وادي له مثال زي ما احنا هناخد في المنهج بعدين. ممكن يكون انثراكينون يعمل لي انثراكينون جلايكوسايد، ممكن يكون فلافون، ممكن يبقى كرومالين، ممكن يبقى ستيرويد، ممكن يبقى سيانوجينيك. كل الانواع من الاخر اللي احنا هناخدها في الجلايكوسايد. هو كان عاوز بس يفصل لي العناوين او يوضح لي العناوين بتاعت الجلايكوسايد كلها وتقول لي مثال على كل واحد. خلاص؟ يبقى اول كلاسيفيكيشن بصنف على حسب الكيميكال ستراكشر بتاع النص ده بتاع الاجلايكول. هل هو فينول ولا انثراكينون ولا فلافون ولا كومارين ولا ستيرويد ولا سابونين ولا سايجلايكوسايد ولا سيانوجينيك؟ ودي العناوين اللي احنا هناخدها كل حصه هناخد بقى. في مشكله؟ تمام؟ هنصنف بعد كده جلايكوسايد على حسب الشوجر بارت. وركز لي بقى في الحته دي. الشوجر دوت ممكن يكون مثلا جلوكوز، فيعمل لي جلايكوسايد اسمه ها
ولوكو سايد. كل سنه بيجي السؤال وبنرد عليه وناس بتغلط فيه برضه. في فرق بقى، اقول لك انا عاوز اكزامبل على جلايكوسايد. جلايكوسايد ده العنوان اللي احنا بندرسه، هو ما بيجيبش دي في الامتحان، هو كل سنه بيجيبها في الكومبليت. انا عاوز مثال عليه. جلوكوسايد، ايه الفرق؟ ده الجلايكوسايد بصفه عامه، من ضمن انواعه لما تلاقي الشجر بتاعه جلوكوز يبقى اسمه ايه؟ فانت هتشوف اي جلايكوسايد علاقته فيه جلوكوز، ده يعتبر مثال على الايه؟ على الجلوكوسايد. لان ساعات تلاقي فركتوز تعمل لي حاجه اسمها ايه؟ فركتوسايد. ساعات يبقى مانوز مانوسايد، ساعات يبقى جلوكورونيك اسيد وهكذا. فانا بسمي جلايكوسايد على حسب نوع الشجر. لو الشجر جلوكوز يبقى ليه اسم جلوكوسايد، فركتوسايد، مانوسايد، جلوكورونيك اسيد وهكذا. في مشكله؟ في مشكله؟ طيب ممكن يكون الشجر ده برضو مونوساكرايد، فاعمل لي حاجه اسمها المونوسايد. بمعنى ده مثلا الاجلايكول او النون شوجر. هنرسم بس دايجرام لغايه لما نخش في المنهج شويه. هلاقي في هنا شوجر واحد، في مونوساكرايد، في جلوكوز، فده اسمه ايه؟ مونوسايد. انا عاوز اكزامبل على المونوسايد. يعني ايه مونوسايد؟ يعني جلايكوسايد بيبقى عنده ها سنجل شوجر او سنجل شوجر يبقى عنده مونوساكرايد. طب لو كده ده يبقى اكزامبل على البايوسايد، ها اللي هو عنده دايساكرايد. طب لو لقيت فيه ثلاثه شوجر يونت، ها ده مثال على ترايوسايد. كلمه سايد يعني جلايكوسايد، ترايوسايد يعني عنده ايه؟ ترايساكرايد. بايوسايد يعني جلايكوسايد عنده دايساكرايد. مونوسايد يعني جلايكوسايد عنده مونوساكرايد. في مشكله في الكلام ده؟ خلاص؟ علشان الحاجات دي بيحبوا قوي اللي هو في الكومبليت، فانت لازم تبقى فاهم العناوين دي عشان تفهم الامثله اللي احنا هنشرحها بعد كده في المنهج. تمام؟ اخر كلاسيفيكيشن بنصنف الجلايكوسايد على حسب الاسيتيل او الجليكوسيديك بوند، الرابطه اللي في النص ديت اللي انا ممكن اقول عليها مؤقتا بس ايثر، ممكن اقول عليها اسيتيل هنفهمها بعدين كربوهيدريت، وممكن اقول عليها جليكوسيديك بوند. الرابطه ديت ممكن تكون الفا وممكن تبقى بيتا. افتكر كده معايا لما درست الكربوهيدريت لحد ما ناخده. لما تيجي عند الكربون رقم واحد ساعات تلاقي الهيدروكسيد بتبقى ايكواتوريال وساعات بتكون اكزيال لتحت. لو لقيت لو انا رسمت ده مثلا جلوكوز، كل الهيدروكسيد بتاعته بتكون ايه؟ ايكواتوريال. مش موضوعنا دلوقتي، انا هركز على الكربون رقم واحد. لقيت الهيدروكسيد بتكون ايكواتوريال، الهيدروكسيد اللي فوق ده جنب نقول عليها على طول ايه؟ كنا بنقول عليه بيتا شوجر، صح؟ بيتا جلوكوز. طب لقيت الهيدروكسيد اللي تحت اكزيال لتحت اقول على ده ايه؟ ها الفا. فهو بيقول لي انت هتدور على الشوجر، لو كان الشوجر نوع الفا يعمل لك جلايكوسايد اسمه الفا جلايكوسايد. هتدور على نوع الشوجر لقيته بيتا شوجر، بيتا جلوكوز او اي بيتا شوجر، يبقى يعمل لك جلايكوسايد اسمه ايه؟ ها بيتا جلايكوسايد. يبقى الرابطه دي ممكن تبقى نوعها الفا ممكن تبقى نوعها ايه؟ بيتا. ادي اول كلاسيفيكيشن على حسب نوع الرابطه. ايه تاني؟ بيقول لي الرابطه ديت ممكن تبقى اكسجين تعمل لي او جلايكوسايد او اس جلايكوسايد او ان جلايكوسايد او سي جلايكوسايد. دي برضه كلاسيفيكيشن للجلايكوسايد على حسب نوع الايه؟ الحاجه اللي مكونه الرابطه، اكسجين ولا نيتروجين ولا كربون ولا صلب. نفهم الموضوع ده. لما اجي يا جماعه اشوف الشجر، حد يقول لي هو دايما الشجر بيتفاعل بايه؟ مين الفانكشن جروب اللي دايما بتتفاعل في الشجر؟ ها؟ نرسم دي لا عشان نشوف مين؟ الاو اتش، صح؟ طيب ده الشجر ودايما هيتفاعل بالهيدروكسيد جروب اللي عنده. هيجي الشجر يتفاعل مع نان شجر او اجلايكول علشان يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ جلايكوسايد، صح؟ ساعات تلاقي الاجلايكول عنده مجموعه هيدروكسيد هو كمان. فانت لما يجي المركبين دول يتفاعلوا مع بعض علشان يعملوا جلايكوسايد هتعمل كوندنسيشن رياكشن، هتشيل ووتر مويه، هتشيل ميه، هيتبقى جلايكوسايد من انهي نوع؟ ها؟ من الاو تايب. ادي اول نوع وده ذا موست كومن تايب، ده اكتر نوع موجود وده اكتر نوع هتدرسه في المنهج، تمام؟ طيب النوع اللي بعد كده، ساعات الاجلايكون بيبقى معاه مجموعه امين، ساعات يبقى معاه مجموعه سايول. تعالى على حاجه زي كده، الاجلايكون معاه مجموعه امين، هتشيل برده من هنا ايه؟ ميه. هيتكون جلايكوسايد من النوع ايه؟ من النوع ان، النيتروجين هي اللي بتعمل الرابطه، صح كده؟
طيب لما يبقى عندي مجموعة سيول وتشيل برضو من هنا مية، هيعمل لي جلايكوسايد من النوع ايه؟ سلفر او سايجلايكوسايد. تعال على اهم نوع، لو انت عندك الاجلايكون ما معهوش اي فانكشنال جروب، ده الاجلايكون هيتفاعل بس بالايه؟ هيتفاعل بالهيدروجين، مش معاه فانكشنال جروب. هتشيل من هنا برضو ايه؟ ميه. هيتكون لك جلايكوسايد من انهي نوع؟ تقول لي ده الرابطه بين الكربون اللي هنا وبين ها؟ الكربون اللي هنا. ده اسمه ايه؟ سي جلايكوسايد. عشان بقى عمل الموضوع ده تقريبا كان اخواني فقال لك بقى نسميه ها؟ سي جلايكوسايد على طول بدل سي سي، هنقول عليه ايه؟ ها؟ سي جلايكوسايد، كربون جلايكوسايد على طول. مش هقول كربون كربون، احنا بنختصرها بنقول ايه؟ ها؟ سي جلايكوسايد. في مشكلة؟ طيب حد يقول لي انهي نوع صعب ان انت تكسره؟ اللي هو بدي اللي هي مثلا بين الاكسجين والكربون، ما في فرق في الالكترو نيجاتيف في فرق في السلبية. فوانس ان انت تحط مية وتسخن شوية الرابطة دي هتتكسر، الرابطة دي هتتكسر بين الان والكربون صح؟ بين السلفر والكربون، كل الروابط دي سهل ان انت تكسرها. طب تعالى على الرابطه دي رخمه شويه، دي كوفالنت صح؟ رابطه ثانويه، مفيش فرق في الالكترونيجاتيف، الرابطه دي ستيبل. فالنوع اللي احنا بنقول عليه سي جلايكوسايد ده اول سؤال ممكن يجي لك في الحته دي، ده ريزيست، هيقول لك تايب اوف جلايكوسايد ريزيست اليوجوال ميثود اوف هيدروليسيس. في نوع من انواع الجلايكوسايد ما ينفعش تكسره بالطرق العاديه، ده اقول عليه ايه؟ ها؟ سي جلايكوسايد. رير تايب، اقل نوع هتلاقيه موجود في النباتات. بقول له ايه؟ سي جلايكوسايد، ده اقل نوع وده ادخل نوع ما تعرفش تكسره. انما ذا موست كومن تايب اكتر نوع موجود عندك هو ها؟ اللي هو جلايكوسايد. الناس فاهمه؟ عشان افكركم بحاجه صغيره لحد ما يجي موضوعها. انت خدت في سنه ثانيه البورن تريجرز والموديفايد بورن تريجرز. ايه الفرق؟ البورن تريجرز كنا بنعمله للانسراكينون جلايكوسايد. فكان يقول لي في انسراكينون جلايكوسايد من النوع ده. ودي انت بتجيب الباودر وتسخنه مع اتش سي ال فالجلايكوسايد بيتكسر. عملت الكيميكال تيست، عملت البورن تريجرز. انما في حاجه اسمها سي جلايكوسايد، ودي ما ينفعش تتعرف عليها بالاتش سي ال، الاتش سي ال مش هيعرف يكسرها. ده احنا كنا بنزود لو تفتكر السنه اللي فاتت مع الاتش سي ال فيرر كلورايد. ها؟ بسمي التيست دوت ايه؟ ما ينفعش بقول عليه بورن تريجرز. ده انا زودت فيرر كلورايد. بقول عليه ايه؟ موديفايد بورن تريجرز. ليه يا جماعه عملنا موديفايد بورن تريجرز؟ عملناه عشان نقدر نكسر الرابطه القويه اللي موجوده هنا، بكشف بيها على السي جلايكوسايد. انما البورن تريجرز العادي بكشف بيها على الايه؟ الاو جلايكوسايد. ده سهل اللي انت تكسره، ده صعب جدا اللي انت تكسره. فده بقول عليه ريزيست اليوجوال ميثود اوف هيدروليسيس، رير تايب اند كومن تايب مش موجود، انما اكتر واحد هتلاقيه هو الايه؟ الاو تايب. الحته دي مفهومه؟ طيب احنا قلنا برضه على حسب الرابطه بتاعت شوجر الفا وبيتا ممكن يعمل لي الفا جلايكوسايد وبيتا جلايكوسايد. مبدئيا كل الجلايكوسايد اللي احنا هندرسها من النوع البيتا. كل الجلايكوسايد اللي احنا هناخدها من انهي نوع؟ بيتا جلايكوسايد. وما تتلخبطش او ما تتخضش لما يقول لك في الامتحان صح وغلط، بيجي دايما 20 جمله صح وغلط ثابتين كل سنه، تمام؟ هيقول لك الجلايكوسايد الفلاني ده والفلاني ده مثال على الالفا جلايكوسايد. انت اوتوماتيك عارف ان معظم المنهج بتاعك او كل المنهج اللي احنا هناخده ها؟ عباره عن ايه؟ بيتا جلايكوسايد، هتقول له غلط على طول، تمام؟ ماشي يا جماعه؟ الحته دي مفهومه؟ في حد مش فاهم؟ طيب ده بالنسبه لاول عنوان عندنا في الورق، فاهم عنوان؟ بعد كده عندنا جلايكوسايد اسي، هتحاول تفهم العنوان ده بس معايا. انت خدت السنه اللي فاتت في حاجه اسمها كوانتيتيف اسي، حاول تشغله دماغكم عشان الدكاتره يا جماعه اللي بتشرح من اشطر الدكاتره اللي موجوده في القسم، مالكش دعوه بقى بالعقاقير ها؟ دكتور ماجد ودكتور ماهر ودكتور محمود عبد الهال، دكتور عزة، الناس دي اكتر ناس بتفهم في الكليه من الاخر. فالاسئله الدكتور اللي بيبقى شاطر بيحط اسئله عاوزه تفكير، تمام؟ مش بيعتمد على الحفظ في الامتحان، هو بيعتمد اللي انت فاهم، خلاص فتك على اللي فاهم. الجلايكوسايد ده مفيش حفظ، الحفظ ده كان خلاص خلصت منه في التقرير، دلوقتي بقى فاهم. بالنسبه يا جماعه الاسي، احنا اللي عندنا في المقدمه هبتدي ادور لك حاجات عشان احتاجها قدام، خلاص؟ ماليش دعوه بقى الحاجات دي ما اتقالتش في المحاضره دلوقتي، بس هتتقال في وسط الشرح قدام، فانا هحطها لك دلوقتي. الجلايكوسايد اساسي في حاجه اسمها الكوانتيتيف والكواليتيتيف اللي انت عارف ايه الفرق. يعني ايه كوانتيتيف اساسي؟ كوانتيتيف كوانتيتي يعني عايز تحسب الكميه وايه اللي عليه. طب في حاجه اسمها كواليتيتيف، ازاي تعرف نوع الجلايكوسايد؟ هو كل سنه او اللي عندنا حاجه اسمها كوانتيتيف تحسب لي الكميه.
انا عاوز احسب الكميه وخلاص. طب لو غير وقال لك ازاي تعمل كواليتيف اسي للانسر اكينو جلايكوسايد، ازاي تعرف ان ده انسر اكينو؟ تعمل ايه؟ ها الكيميكال تيست، تسمع الكيميكال تيست اللي احنا بناخده ايه. فلما يقول لك ازاي تعمل كواليتيف اسي، ازاي تعرف نوع جلايكوسايد، يعني عاوز الكيميكال تيست. تمام؟ انما لما يقول لك ازاي تعمل اسي ويسكت، كلمه اسي او كلمه كوانتيتيف اسي يعني تحسب ايه؟ ها الكميه كونسنتريشن اللي هي الموجوده. مفهوم؟ فاحنا دلوقتي هنشوف الكوانتيتي او نعمل اسي، نعمل مايرال كميه الاكسايد اللي موجوده. في طريقه سهله جدا، اول واحده عندك في الورق، بتعمل اسيد هيدروليسيز. وحد يقول لي الجلايكوسايد لما يتكسر بيطلع ايه؟ طلع ايه؟ شوجر ونون شوجر. انا هاخد الفري شوجر اللي هيطلع وابتدي اعمله انجكشن في الجاز كروماتوجرافي واحسب الكميه. حد يقول لي من الترم اللي فات هو الشوجر ده حاجه نون فولاتايل صح؟ هعينه في الجاز ازاي؟ كنا بنعمل ديريفاتايزيشن نحوله للبوريت استر، مش موضوعنا دلوقتي. فتعرف لي ازاي تعرف الجلايكوسايد تحسب كميته؟ تقول له اسهل طريقه، الطريقه الجنرال بقى مش عارف، كسر الجلايكوسايد واحسب كميه الشوجر اللي بتطلع عن طريق ايه؟ الجاز كروماتوجرافي. ادي اول طريقه، ما تجيش في الامتحان. تاني طريقه اسمها البيولوجيكال ميثود، ودي تركز عليها جدا جدا جدا. بيولوجيكال بمعنى هشتغل على الريد بلاد سيلز، هشتغل على المايكرو اورجانيزم، هشتغل على حاجه ليفنج، هشتغل على الهارت ماسلز وهكذا. ده معنى كلمه بيولوجيكال اسي. يهمني ثلاث عناوين في البيولوجيكال اسي او 3 اكزامبل، ثلاث امثله. انا عندي السابونينز جلايكوسايد، دي ممكن تعمل هيموليسيس للار بي سيز او ريد بلاد كوربسلز او ريد بلاد سيلز. تمام؟ فانا ممكن احسب تركيز السابونين اللي بيعمل كومبليت هيدروليسيس في الار بي سيز. هنعرفه قدام في موضوع السابونين، بس تعرف دلوقتي ان السابونين لو قال لك ازاي تعمله اسي في الامتحان بلاش الطريقه الاولانيه، هو جايبه عشان تقول له ايه؟ بلاش تكسر. ازاي بقى بالتفصيل هنعرفه لما نشرح السابونين. اللي احنا بنحسب حاجه اسمها الايه؟ الهيموليسيس اندكس او تركيز السابونين اللي بيكسر الار بي سيز، هنعرفه قدام. طالما اشتغلت على الريد بلاد سيلز ابتدي اقول عليه بيولوجيكال اسي. في مشكله؟ طيب لو انا شغال على النوفوبايسين، معرفش خدتوه ولا لا في البابليك والمايكرو، النوفوبايسين ده عباره عن امينو جلايكوسايد. امينو جلايكوسايد نوع من انواع الجلايكوسايد، ده انتي ده ممكن يعمل انهبشن للبروسس بتاع المايكرو اورجانيزم. فانا بحسب اقل تركيز يقدر يعمل كومبليت انهبشن للبروسس بتاع المايكرو اورجانيزم واحسب التركيز او اعمل اسي للانتي بايوتيك ده. معايا؟ فده اسمه ايه؟ بايولوجيكال، لان بشتغل على مايكرو اورجانيزم. في مشكله؟ تالت واخر واحد الكاردياك جلايكوسايد اللي هي موجوده في الديجيتاليس، بصفه عامه هنتكلم عليها ان شاء الله الحصه اللي جايه على طول. الكاردياك جلايكوسايد دايما بتزود الفورس كونتراكشن، بتزود الهارت ريت. فانا بشوف الجرعه اللي بتزود الهارت ريت مقدار معين، او عين حاجه اسمها ليس الدوز زي ما انت خدتها في الفارما او لسه هتاخدها، معرفش خدتها ولا لا. تمام؟ فده انا ازود الفورس كونتراكشن هارت ريت لغايه ما تبقى تقف، وموت نص الانيمالز اللي انا شغال عليها، واحسب حاجه اسمها الليسن دوز او الهاف ليسن دوز وهكذا. تمام؟ برضه هنتكلم عليها في الكاردياك جلايكوسايد. يهمني دلوقتي السابونين انتبيوتيك كاردياك، ده كله بعمله ايه؟ بلاش كان اسي. طيب بعد كده في حاجه اسمها كالوريمتريك اسي، ودي سهله جدا. يعني ايه كالوريمتريك؟ هتحط الريجن تطلع لك لون الانتنستي اوف الكالر، درجه اللون دايركتلي بروبورشن بتناسب طردي مع الكونسنتريشن. حط ريش وشوف اللون الثابت اللي بيطلع ده وابتدي قيس درجه اللون، درجه اللون بتناسب طردي مع الكميه. يعني هتحفظ الكيميكال تيستات كده كده موجوده في الملف. اتزنقت ازاي تعمل اسي؟ قول له الكيميكال تيست درجه اللون بتناسب طردي، او تقول له كالوريمتريك اسي وتخلص نفسك، لان السؤال ده بيجي ساعات في الجدول. تمام؟ استراكشر واستخدام ويجيب لك في اخر خانه الاسي. اكتب له بس كلمه كالوريمتريك اسي والكيميكال تيست اللي انت بتعمله. تمام؟ تمام؟ طيب اخر طريقه اسمها فلوريمتريك او سبكتروفوتومتريك. سبكتروفوتومتري اللي انت خدتها في التحليليه، انت برضه بتطلع فلوريسنس وتبتدي تقيس درجه الفلوريسنس، درجه الفلوريسنس اللي لسه بتقضي مع الكميه. ده اسمه سبكتروفوتومتري. تمام؟ ازاي يا جماعه المركب او ازاي الجلايكوسايد ده هيحصل له فلوريسنس؟ ها؟ امتى؟ امتى المركب ده اعرضه للالترا فايلت عشان يديني فلوريسنس واشوف درجه الفلوريسنس؟ لو كان في كونجوجيت سيستم، مين الحاجه الكونجوجيت اللي اتعدى علينا في الملعب؟ اشهرهم الكومارين والفلافون والانسراكين. لو بصيت على الاستراكشر بتاع الانسراكين والكومارين والفلافون لما نيجي ندرسه ان شاء الله، هنعرف اصلا ان النبات بيكون الحاجات دي زي صبغه
علشان يحمي نفسه من الضوء الزياده بتاع الشمس وعشان يطلع لك اللون اللي انت بتشوفه. تمام؟ دايما الصبغات كلها عباره عن كونجويت سيستم. فالصبغات دي لما تيجي او الاكسايد ده لما تيجي تحسب كميته تبتدي تعرضه للالترا فايت، تطلع لك فلورسن تحسب درجه الفلورسن. في مشكله؟ اهم حاجه عندي ايه؟ ها؟ عايزك تذاكر بس ان العنوان ده تتك بس على السطر بتاع الفانوش كامبس، ده تتك عليه. الباقي راجع بس مش اكتر فيه. بعد كده في الكاركترز، الكاركتر بتاع الجلايكوسايد. الكاركتر بتاع الجلايكوسايد اشتغلت اول سيكشن من كربوهيدرات. طيب يعني ان شاء الله بس اسبوعين نخلص الجلايكوسايد. ممكن نعمل حصه يوم الخميس اللي انتوا ما بتنزلوش فيه نشتغل العمل، عشان العمل عاوزين نشتغله اربع مرات. تمام؟ العمل عليه 40 درجه. العمل شبه الاورجانيك بالظبط، فمحتاج ان انت تشتغل بايدك وتطلع اللون العملي. لازم تشتغل على الاقل هنقول يعني ثلاث مرات. خلاص هنخلي الرابعه دي قبل الامتحان على طول. تمام؟ مؤقتا لحد ما نشتغل العملي. انت اي كربوهيدرات انت عاوز تعرف هل هو ريديوسنج ولا نار ريديوسنج سكيما والسكيما تخش بيها في الامتحان. تمام؟ اول حاجه بتبتدي تحط الفيلنج ايه والفيلنج بي، نص ملي ونص ملي، الاثنين على بعض بيبقى لونهم ايه؟ بلو، صح كده؟ تحط عليه القانون بتاعك الكربوهيدرات او الشوجر سولوشن وتبتدي تسخن على الدايركت فليم، مش الوتر بس على الدايركت فليم. لقيت اللون الازرق ده اتغير معناه ان الشوجر بتاعك طبيعته ايه؟ ريديوسنج، قدر يعمل ريدكشن للفيلنج، قدر يغير اللون بتاع الفيلنج. طب لو لقيت فيلنج فضل زي ما هو لون ازرق انت عمال تغلي ومفيش اي تغير، يبقى الشوجر بتاعك ده ايه؟ ها؟ نار ريديوسنج. طيب سؤال، لو انا جبت الجلايكوسايد ها وسخنته مع الفيلنج ايه والفيلنج ايه، هو اصلا الجلايكوسايد ده عباره عن ايه؟ شوجر، صح؟ مع ايه؟ مع منشور. طيب هل الجلايكوسايد يعمل ريدكشن للفيلنج ولا لا؟ الجلايكوسايد لو انا سخنته مع الفيلنج يعمل ريدكشن ولا لا؟ لا لا ليه؟ مفيش المجموعة اللي هي بتعمل ريدكشن في الشوجر مش فاضية دلوقتي. ها مرتبطة عاملة ايه؟ عاملة جلايكوسايد. افتكر السنة اللي فاتت المعلومة اللي قلتها لك 100 مرة، لما تيجي تدوق الجلوكوز الجلوكوز مسكر، صح؟ ده فري شوجر، ده مونوساكرايد. انما لما تيجي تشوف التيست بتاع المستفش في طعم النشا؟ مفيش طعم النشا. انما وانس ان انت بتجيب هي نشا عبارة عن ايه؟ بوليساكرايد من الجلوكوز. تمام؟ وانس ان انت تسخن الاسترش مع شويه ميه تعمل المهلبيه طعمها مسكر جدا، صح؟ ايه الفكره؟ الاسترش كان طعمه مفيش طعمه اصلا وبقى طعمه مسكر. حصل هيدروليسيس. انت عملت هيدروليسيس للروابط اللي موجوده بين الجلوكوز، طلعت الفري شوجر. فانت معلومه بس قبل ما اقول الحته دي، الجلايكوسايد يا جماعه بيكون غالبا اودرليس، غالبا ملهوش طعم او طعمه بيكون بيتر، طعمه مر. وانس ان انت عملت هيدروليسيس لما تيجي تكسر الرابطه طلع عندك ايه؟ ها؟ فري شوجر. طالما طلع فري شوجر يبتدي تحس بالايه؟ سويت تيست. تبتدي الحاجه ديت تعمل ريدكشن للفيلنج سلوشن، صح كده؟ يبتدي الفري شوجر اللي طلع ده يعمل حاجه اسمها الميوتا روتيشن. حد فاكر يعني ايه ميوتا روتيشن؟ تغير في درجه البط كروتيشن، تمام؟ الالفا يتحول للبيتا والبيتا عاوز يقرب من الالفا، هتلاقي درجة الاوبتيكا روتيشن بتتغير، ده اسمه الميتا روتيشن. مين اللي فيه الالفا والبيتا؟ الشوجر. فالشوجر يا جماعة أول ما تطلعه يبقى حر، يبقى فري، تقدر تشوف الميتا روتيشن، ها؟ تقدر تعمل ريدكشن للفيلنج، تقدر تحس بالسويت تيست بتاع الشوجر. وفي نفس الوقت أنت كسرت الرابطة دي. فتبتدي تحس بالإيه؟ ممكن. دي هنمشي عليها بقى الجلايكوسايد كله. ها؟ الأودر. افتكر معايا؟ البروكوبانيين اللي كان موجود في الفانيلا بادز، احنا فاكرين الفانيلا فروت كانت اودرليس، بس كنا بنعملها فرمنتيشن ليه؟ عشان نكسر الرابطه بين البروكوبانيلين، جلوكوز وبانيلين، علشان تطلع الفري بانيلين فيبقى ليه كاركترستيك اروماتيك اودر، صح كده؟ فانت تبقى عارف ان الجلايكوسايد ما لهوش ريحه، طعمه مر، ما يعملش ريدكشن للفيلنج سلوشن، ما يعملش ميتا روتيشن. انما لو عملت هيدروليسيس المشاكل كلها اتحلت، انت طلعت ده لوحده، طلعت ده لوحده، عرفت تميز الريحه بتاعت ده، عرفت تشوف التيست بتاعه وتعمل ريدكشن وتعمل انتربريشن. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب اول سطر عندك في الجنرال كاركترز جلايكوسايد
don't reduce the tannin solution. طيب كده الموضوع ما فيهوش اي مشكله. ليه يا جماعه؟ لان الريديوسنج فانكشن جروب اللي موجوده في الشوجر مش فاضيه دلوقتي. هي اصلا مكونه رابطه اسمها الاسيتيل، يعني مش فاضيه، فالحاجه دي طبيعي ما تعملش ريدكشن. السؤال بتاع الامتحان انت هتزوده بقى. اكتب اكسبت في جلايكوسايد ويقدر يعمل ريدكشن للتنين سولوشن، وده اول سؤال هنا. في يا جماعه هتكتب لي كده اكسبت الكي ستروفانسوسايد. عدت عليك لحد ما ناخدها. ده الجلايكوسايد اللي موجود في السيد بتاعت الاستروفانسس كوم. دي كانت سيد خدناها السنه اللي فاتت اسمها استروفانسس، كان فيها كي ستروفانسوسايد، ده اسمه الجلايكوسايد. الجلايكوسايد ده الوحيد اللي يقدر يعمل ريدكشن للفيلنج سلوشن، ده مش محتاج ان انت تفسره، هو كده كده هيعمل ريدكشن. ليه بقى؟ لحد ما ندرسه، انت مش هترسم، اكتب بس الاسم، تقف نام. الاستراكشر ده يعتبر سهل جدا، هنعرفه ان شاء الله الحصه اللي جايه هنحفظه مع بعض. ده لوش من الاستراكشرات احنا هنحفظها في الحصه. مش هقرا معاك واقول لك احفظ في البيت. ده عباره عن استيرويد هنتكلم عليه الحصه اللي جايه ان شاء الله بالتفصيل. بصوا يا جماعه الاستراكشر سهل جدا، لما نشرح فيه هتعرف راسها هتطلع حرف ان شاء الله. سهل، نصبر بس حصه واحده. خلينا في الكيس وخمسوسايد. كاي جلايكوسايد يا جماعه ده ما بيعملش ريدكشن للتاني سلوشن. ليه؟ لان الشوجر بتاعه مش فاضي، صح؟ بس قال لي ده بقى بالتحديد بيقدر يعمل ريدكشن من غير الشوجر. لان عنده ايه؟ بصين هنا كده عنده فري الديهيد جروب. تمام؟ علشان كده الكيس وخمسوسايد ده الجلايكوسايد الوحيد اللي هيعدي عليك في المنهج اللي هيطلب منك في الامتحان. مين الجلايكوسايد اللي بيعمل ريدكشن للتيرم سوليوشن او ريديوسنج كاركتر؟ تقول له الكيس وفانسوسايد. طب كومنت ليه؟ تقول له عشان عنده فري ارض هيد جروب، عند رقم كربون رقم 18، ولسه الترتيب هنقوله مع بعض في الحصه اللي جايه. خلاص انت اعرف بس دلوقتي الاسم كيس وفانسوسايد. في مشكله؟ طيب تاني سطر، احنا اتفقنا ان الجلايكوسايد ما لهوش اي ميوتن روتيشن كاركتر. تمام؟ الا في حاله لو انت عملت ايه؟ كسرت، فالفري شوجر هيطلع يتحول للالفا، يقرب من البيتا، لو هو بيتا يقرب من الالفا، فدرجه الاوبتيكال روتيشن بتتغير، فيبين لك حاجه اسمها الميتا روتيشن. معايا؟ هنزود اهو مكتوب عندنا في الورق اكسبت. دي مكتوبه عندنا. في جلايكوسايد يا جماعه يقدر يعمل ميتا روتيشن من غير الشوجر. زي مين؟ زي سي جلايكوسايد. هنفهمها كمان ثلاث حصص. في مثلا انسراكينون، الانسراكينون ان شاء الله لما نيجي ناخده. حد يوقف ده كايرال سنتر ولا لا؟ خلي بالك في هنا الجلوكوز اهو، الشوجر اهو، والشوجر مش فاضي، يعني ما تقولش ان في ميتا روتيشن، وقت دلوقتي ما فيش ميتا روتيشن لان الشوجر مش فاضي. طب تعالى على الكربون، ادي واحد اثنين، ودي مختلفه عن دي، كمل هتلاقي الناحيه دي غير الناحيه دي، فده فعلا كايرال سنتر، صح؟ يعني هيبقى ليه او هيقدر يعمل اوبتيكال روتيشن. ما هو الرابطه دي دوت منحطها معناها الفا، معناها تحت الاستراكشر، والرابطه ديت بيتا معناها اللي هي فوق الاستراكشر، صح؟ ده كايرال سنتر اهو، وممكن يتغير، تلاقي الاتش جت هنا والجلوكوز جت هنا. فهو بيقول لي في نوع من انواع الجلايكوسايد ده اسمه ايه؟ سي جلايكوسايد. عرفت منين اللي هو سي جلايكوسايد؟ الرابطه بين الكربون اللي هنا والكربون اللي هنا، مفيش اكسجين في النص ولا نيتروجين ولا سلفر، مش دي كربون مع كربون؟ فده اسمه ايه؟ سي جلايكوسايد. النوع ده ممكن يبقى عنده كايرال سنتر، فممكن يقدر يعمل اوبتيكال روتيشن، والاوبتيكال روتيشن يتغير فيقدر يظهر لك حاجه اسمها ان تمام. كل ده يجي بالتفصيل في حصته، عشان عايزك تاخد فكره عن الموضوع بقى بصفه عامه. يبقى اي جلايكوسايد مش هيعمل بيتا روتيشن لان الشوجر مش فاضي، ما عدا السي جلايكوسايد ساعات يبقى عنده فايبر سنتر،
يقدر يغير درجة الديجري بتاع الضوء اللي داخل عليه، فيبتدي يبقى ليه اوبتيكال روتيشن ويتغير من الالفا للبيتا ويعمل حاجة اسمها الميتا. طيب بعد كده بيقول لك جلايكوسايد دايما علشان اعمل لها اكستراكشن اتفقنا. ادي التو بار الشوجر دوت يعتبر بولر، يعني هتاخد حاجه بولر زي الكحول او الووتر. والنان شوجر هقول عليه ايه؟ غالبا بيكون نان بولر. طب الحاجه دي لما تيجي تعملها اكستراكشن، لما تيجي تطلعها من الباودر، هتطلعها بحاجه بولر ولا نان بولر؟ عايز تطلع بقى ده كله على بعضه زي سايد، يعني عندها نص ونص، هتطلعها بايه؟ لو هي فعلا شكلها كده هتطلعها بحاجه نان بولر او حاجه ايه؟ بولر. بس واقعيا الجلايكوسايد بيبقى متكون من تو بارت، شكلها بيبقى كده. في كور او سنتر اللي في النص ده دايما بيكون الايه؟ النان شوجر. ها؟ ودايما النص اللي بره اللي هو بيكون ايه؟ الشوجر. فطبيعي لما تيجي تدوب الجلايكوسايد، لما تيجي تعملها اكستراكشن هتاخدها بحاجه ايه؟ بولر، عشان انت عاوز الطبقه اللي بره. فانت دايما لما تيجي تعمل اكستراكشن لاي جلايكوسايد هتاخده بحاجه ايه؟ زي الايثانول زي الكحول العادي، وزي الايكواس الكحول. ايكواس الكحول يعني شويه ايثانول مع شويه ماي. ايكواس الكحول. خلاص يا جماعه؟ يبقى جلايكوسايد بعمل لها اكستراكشن ببولر صودي. دي البوينت اللي بعد كده. طيب اخر بوينت بيقول لك الجلايكوسايد كلها، مش احنا اتفقنا يا جماعه التيست بتاعها بيبقى بيتا مور، انما ممكن لما تكسرها يطلع الفري شوجر بيبقى طعمها مسكر. ففي قاعده عامه تمشي عليها، كل الجلايكوسايد ملهاش ريحه وملهاش طعم وطعمها مر ما عدا، افتكر معايا الجليسيريزين. انا بقى مستني فاتت ما تقولش هزين، ها؟ كان هزين والموضوع ده اسمه جليسيريزين. ده السابونين جلايكوسايد اللي موجود في الليكوريش، تمام؟ الجليسيريزين ده جلايكوسايد بس طعمه ايه؟ ده انا بقول عليه سويت برنسبلز، ده طعمه مسكر. حتى تعرف ان في اكسبشن، في جلايكوسايد طعمه سويت زي الجليسيريزين وزي الاستيفيوسايد. ده سويت نار، بيدول الدايبيتس، الناس اللي عندها سكر والناس اللي بتعمل دايت، تلاقي فيه سكر دايت طالع من او عباره عن ستيفيوسايد، طالع من نبات اسمه الاستيفيا، بنتكلم عليه في اخر حاجه في الجلايكوسايد. يبقى الاستيفيوسايد والجليسيريزين الحاجات دي بقول عليها سويت جلايكوسايد، انما كل جلايكوسايد بيكون طعمها ايه؟ ها بيتر. عندنا بس حته صغيره هنحتاجها قدام، ساعات تلاقي الطعم بتاع الجلايكوسايد بانجنت يعني ايه؟ حراق، تمام؟ زي مين؟ فاكر البراسيكا نيجرا، براسيكا البا، بلاك ماسترد، وايت ماسترد، الخردل الاسود والابيض، كان في حاجه اسمها سينجرين، صح؟ السينجرين والسينالتينز. الجلايكوسايد ده بيبقى فيه سلفر، عشان كده طعمه بيكون بانجنت حراق. فانت هتكتب لي اللي ممكن يكون الطعم بانجنت زي مين؟ زي السينجرين، براسيكا نيجرا، براسيكا البا، والبلاك ماسترد، والوايت ماسترد. الجلايكوسايد اللي جواه حد ما ناخده اسمه السينجرين. دي جت قبل كده قال لك انا عاوز البانجنت، او اللي كان سؤال رخم شويه كان جه من فتره، انا عاوز مثلا على الايريتانت. ها؟ ايريتانت جلايكوسايد هي ايريتانت، يعني حاجه بقى لها بانجنت، بس حاجه فيها صلب. فده كان اول مثال كنا بنحطه في الامتحان، السينجرين. خلاص؟ ماشي؟ فده طعمه بانجنت، الباقي كله طعمه بيتر، والاثنين دول الجليسيريزين ستيريوسايد والحاجات دي بقول عليها سويت جلايكوسايد. تمام؟ حد مش فاهم؟ النقطة اللي بعد كده الهيدروليسيس. الهيدروليسيس في عندها يا جماعة نوعين، كل حتة هتفهمها تريحك قدام الجزء ده، الموضوع سهل جدا افهمه. الهيدروليسيس في نوعين، في اسيد هيدروليسيس وفي انزيماتيك هيدروليسيس. لو انا فور اكزامبل زي دايجرام كده، ده مثلا النان شوجر لينكد متفاعل مع شوجر ايه؟ شوجر بي، شوجر سي. ده تراي ساكرايد ماسك مع النان شوجر، عمل لك حاجه اسمها ترايوسايد. فاكر الترايوسايد؟ ها؟ يعني ده جلايكوسايد بيبقى عنده تراي ساكرايد. الجلايكوسايد ده يا جماعه اول واحد بيطلع من الباور، عشان كده بنقول عليه ده البيرنت او البرايمري جلايكوسايد. ليه قلت عليه برايمري؟ عشان الباودر فيه جلايكوسايد بس اصغر منه،
في سكندري بوتنشال في جلايكوسايد كتير، بس ده اول واحد بيطلع. حد يقول لي مين؟ طيب حد يقول لي يا جماعه ليه الجلايكوسايد ده اول واحد بيطلع؟ ليه ده اول واحد بيطلع؟ لما اجي انا اعمل ماستريشن كولد، ماستريشن كولد اكستراكشن بتاع الترم اللي فات، اجيب الباودر وانقعه مع الكحول، ده اول واحد بيطلع. ليه؟ عشان ده اكتر واحد بولر، اكتر واحد معاه شوجر يونت، اكتر واحد من حيث السوليبيليتي، فده اول واحد واسرع واحد بيطلع في الكحول. يبقى ده اول جلايكوسايد يا جماعه بيطلع من الباودر. ليه؟ عشان ده اكتر واحد فيهم بيدوب، ده اكتر واحد فيهم بيبقى بولر. هو برايمري علشان ده اول واحد طلع البدايه او بيرنت، بيرنت الجلايكوسايد يعني ده اول واحد طلع الباودر. لو انا مثلا هقول لك على حاجه بسيطه قوي، انا جبت الباودر تمام، الباودر ده بيبقى فيه كذا جلايكوسايد، في برايمري في سكندري في تيرشري في كواترنري، في انواع كتير من الجلايكوسايد تمام. انا ما اعرفش بقى مين البرايمري ولا السكندري ولا التيرشري ولا اي حاجه، انا هجيب الباودر ده وانقعه مع شويه ايه واشوف اول واحد طلع مين، هيطلع ده اللي انا سميته برايمري. طب اشمعنى ده اول واحد طلع؟ عشان انا عديت لقيت عنده ايه؟ ثلاثه شوجر يونت. طب بص ده عنده اثنين شوجر يونت فبيطلع بعدين، ده عنده شوجر يونت واحد. فلما تيجي تشوفي مين اعلى واحد بيج اوفن، اسرع واحد يطلع من الباودر، هو الكبير ده اكبر واحد، هو ده البدائي او الكبير او البيرنت او البرايمري. عشان تفهمها انا هحط يا جماعه انزايم، هعمل دلوقتي انزيم اعمل انزيماتيك هيدروليسيس، بس ركز معايا. لو انا حطيت انزيم، الانزيم ده بيكون سيلكتيف، بيكسر خطوه خطوه ودايما بيكسر من الاخر. انا هحط انزيم هيكسر الربط دي، هيشيل التيرمينال شوجر يونت تمام، هيتبقى يا جماعه الشكل ده. هقول عليه جلايكوسايد ولا لا؟ الشكل ده ينفع اقول عليه جلايكوسايد ولا لا؟ صح، ما هو لسه في شوجر ونان شوجر بس اصغر شويه. هقول عليه بقى السكندري جلايكوسايد. طب انا هحط انزيم كمان مره سيلكتيف، الانزيم اللي انا هحطه دلوقتي هيكسر الرابطه دي، فهينزل الجلايكوسايد ده، مش ده اسمه برضه جلايكوسايد بس اصغر، فابتدي اقول عليه ها تيرشري جلايكوسايد. حط كمان مره انزيم هيكسر لك الرابطه اللي هنا ويديك الايه؟ نان شوجر او الاجلايكون او الجين البارك عاوز معايا؟ معنى كده انا بحط انزيم، الانزيم ده بيكسر هنا، بعد كده انزيم يكسر هنا، بعد كده انزيم يكسر هنا. فانا ممكن اقول على الانزيماتيك هيدروليس سيلكتيف هيدروليس، مش ده اقول عليه سيلكتيف؟ مش سيلكتيف، مش انزيم بيختار ربطه معينه يكسرها. ينفع اقول عليه انكمبليت هيدروليسيز؟ انكمبليت هيدروليسيز كنترول، اه بتحكم فيه لما احط انزيم يكسر ربطه معينه. الحته دي تمام؟ ها؟ اللي ما فهمش، طب انا لو حطيت اسيد مكان الانزيم، الاسيد بيكسر كله في خطوه واحده. انا لو حطيت اسيد يكسر هنا وهنا وهنا في خطوه واحده، فالاسيد هيدروليسيز دايركت على طول بقى هيديك ايه؟ هيجي سؤال زي في الامتحان قدام، هيقول لك الجلايكوسايد الفلاني لما يتكسر بالانزيم يدي واحد اصغر اسمه سكندري، ها؟ اهو ده البرايمري، يتكسر يدي واحد اصغر اسمه سكندري، يتكسر يدي واحد اصغر اسمه تيرشري، ده لو قال لك الانزيماتيك هيدروليسيز. انما لو قال لك الجلايكوسايد ده وكتب لك على سهم او سال كومبليت اسيد هيدروليسيز تقول له اسم ايه؟ اسم نان شوجر على طول. اشمعنى؟ لان الاسيد ده بيعمل كومبليت هيدروليس ان كنترول، ما بتتحكمش فيه، ده بيكسر كله. نون سيلكت ما بيختارش رابطه معينه، بيكسر كل الروابط زي بعض. فاهم؟ يبقى الاسيد هيدروليسيز بيكسر كله، يديك على طول الجين او النان شوجر، انما الانزيماتيك هيدروليسيز بيبتدي يديك الايه؟ ها؟ يكسر البرايمري جلايكوسايد يدي واحد اصغر، ها؟ يدي واحد اصغر وهكذا. طيب حته صغيره، لو انت عندك الجلايكوسايد كده نان شوجر وماسك مع جلوكوز بس مونو ساكرايد، حطيت عليه انزيم، حطيت عليه اسيد، هتفرق معايا؟ هي كده كده موجود رابطه واحده، حطيت انزيم هيكسر، حطيت اسيد هيكسر. فالجلايكوسايد اللي بالشكل ده لما تعمله انزيماتيك او اسيد هيدروليس بيديك على طول ايه؟ نان شوجر. تمام كده؟ تمام؟ البرايمري جلايكوسايد ايه تاني؟ والبرايوسايد. ما هو البرايمري جلايكوسايد هنا كمثال، هو مش شرط يا جماعه البرايمري جلايكوسايد ده كده، انا بقول ده مثال. ده مثلا برايمري جلايكوسايد في ترايساكرايد، هو ده مثال بس عشان نعرف. مش شرط البرايمري يكون ثلاثة، ممكن يبقوا اثنين، ممكن يبقى واحد، ممكن يبقوا خمسة. بص انا عايزك تعرفي دلوقتي ان البرايمري ده اكبر واحد موجود.
لما يتكسر يدي واحد اصغر منه اسمه سكندري. ها لما يتكسر يديني واحد اصغر منه. ما ممكن كمان يبقى فيه كواترنري في حاله لو احنا حطينا هنا ايه شجر كمان اهو. ها لما نيجي ناخد الكارديو اكسايد الحصه اللي جايه هنلاقي فيه اربع شجر ده كده على بعض اسمه ايه؟ ده كده اسمه ايه؟ برايمري. شيل دي سكندري، شيل دي تيرشن، كواترنري اجليكو، وممكن يكون اصلا ده البرايم هو شجر واحد. هو ده مثال انا دايما افهم طالما قلت سكندري قلت تيرشن اكيد في واحد اكبر منهم الاساسي بتاعه اسمه ايه؟ برايمري اكسايد مش عارف. بعد كده في عندي الانزيمات يا جماعه دي هنعرفها. الانزيمز احنا قلنا ان هي بتكون سيلكتيف بناء على ايه؟ احنا قلنا في الفا جلايكوسايد وفي بيتا جلايكوسايد، فاكر؟ لما قلنا جلوكوز ممكن يبقى الفا ممكن يبقى بيتا. طيب لو انا شغال على الفا جلايكوسايد بحط لها انزيم سيلكتيف اسمه الانفرتيز، والانفرتيز ده عباره عن مجموعه من الانزيم بتكسر الالفا بوند الرابطه الفا، او ممكن اقول عليه المونتيز، ممكن اقول عليه الامينيز. خلينا بس في الانفرتيز دي اللي طلب فيها. فور اكزامبل كان يقول لك قبل كده الانيمالز بتاكل الورق صح؟ بتاكل الخضار وبتهضمه. تقدر تهضم السليلوز اللي هو الورق والخضار لان الانيمالز عندها انزيم اسمه ايمالسن، والانزيم ده يقدر يكسر الروابط بيتا بتاعت السليلوز. انما لو انت اكلت ورق هيتهضم، الخضار ما بيتهضمش برضه عشان انت مش عندك حاجه، مش عندك الايمالسن ده. لما انت عندك مين؟ ها؟ عشان كده تقدر تاكل النشا وتطلع منه طاقه الستارش، لان الروابط في النشا بتكون كلها الفا. فانت كنت بتاخد قبل كده بيحصل دايجيشن للستارش عن طريق الاميليز انزيم اللي هو الانفرتيز. ايه الاميليز والانفرتيز؟ ده اللي بيكسر الروابط. تمام؟ انما مين الايمالسن؟ ده اللي بيكسر مين؟ بيتا. لما نيجي نشرح الكربوهيدرات، اخر حاجه في الكربوهيدرات بيجي سؤال دايما جيف ريزون للسيلوز ما بتهضمش، ما تقدرش تاخد منه طاقه، انما الستارش تاخد منه طاقه. هتبقى تقول له بقى بعدين هنفهمه في كربوهيدرات ان الروابط في السيروز وترسم السيروز بتكون بيتا 1 و4، وانت مش عندك الايمالسن اللي بيكسر الروابط دي، فالحاجه دي مش هتتهضم. انما انت عندك الانفرتيز او الاميليز وده اللي بيكسر الالفا، هتقدر تهضم الستارش. تمام؟ يبقى الانزيم ده سيلكتيف لده وده سيلكتيف لده. طيب بص كده معايا، في نوع اسمه اس جلايكوسايد. هو الاس جلايكوسايد ده اتكون ازاي؟ مش كان فيه شجر، والشجر ده ممكن يكون الفا او بيتا صح؟ والشجر ده اتفاعل مع نان شجر كان عنده مجموعه ايه؟ سيلز. الشجر مع النان شجر كده كده يا جماعه. الشجر ده ممكن يكون الفا وممكن يكون ايه؟ ها بيتا. يعني اصلا الاس جلايكوسايد هي طبيعتها الفا او ايه؟ او بيتا صح؟ مش كده الاس جلايكوسايد ده نوع من انواع الالفا والبيتا؟ قال لي بس اشمعنى قلت الاس ده لوحده؟ لان الاس جلايكوسايد او السلفر كونتيننج جلايكوسايد ما ينفعش يتكسر بالانفرتيز رغم ان هو فيه الفا، ولا ينفع يتكسر بالايه؟ بالايمالسن. الرابطه دي بتبقى قويه برضه لحد ما ناحيه الانزيمات كايدروليس اتجاه انزيمات كايدروليس، ولازم تكسرها بانزيم جديد اسمه ها؟ الميلودين. يعني الاس جلايكوسايد ما ينفعش يتكسر بالالفا جلايكوسايديز اللي هو الانفرتيز ده اللي بيكسر الالفا جلايكوسايد اسمه الفا جلايكوسايد، ولا ينفع يتكسر، هو بيتكسر بانزيم اسمه ايه؟ الميلوزين. تمام؟ ما احنا قايلين يا جماعه في الجروب اتفضل قايلين الحصه ساعه وربع. احنا قاعدين متاخر. جلايكوسايد اكستراكشن احنا لسه في الاول. جلايكوسايد اكستراكشن انا لو انا هشتغل مثلا على ليف او هشتغل على سيل، هشتغل على اي نوع من انواع الباودر. الباودر ده او الورقه او السيد بيبقى فيها انزيم، بيبقى فيها حاجات بولر وفيها حاجات نون بولر. زي الفات لو انت شغال على السيد، السيد مليانه بالفيكسد اويل، مليانه بالفات. وفي حاجات بولر اللي من ضمنها ايه؟ ها؟ الجلايكوسايز اللي انت بتدور عليها. وفيها انزيم، والانزيم ده بيكسر ليه؟ الماده الفعاليه. افتكر الجارليك والاونيون، البصل والثوم، كان بيقول لك الريحه بتاعته بتكون فين؟ الريحه بتاعته بتبقى ضعيفه او خفيفه او ما لهوش ريحه الى حد ما. انما وانس ان انت تجيب الجارليك او الفص بتاع الثوم او البصل وتعمل كراشنج، لما تيجي تعصر البصل والثوم مش بيطلع سترونج كاركترستيك بانجنت اودر؟ الريحه النفاذه بتاعت الثوم والبصل بتطلع ليه؟
هو طول ما الفصل بتاعه يكون كامل او طول ما الورقه كامله على الشجره زي ما هي بيبقى في حاجه اسمها سيلكتيف سيمي بيرميابيلتي، الانزيم ما يقدرش يخش على الماده الفعاله يكسرها، تمام؟ انما اول ما تجيب الورقه دي وتطحنها انت كده عملت ايه؟ خلاص الخلايا كلها فتحت على بعض، الانزيمات تخش تكسر الماده الفعاله، انت اشتريت بودر مفهوش ماده فعاله. معايا؟ معايا؟ فانا لازم يا جماعه لما اعمل اكستراكشن اخد بالي اول حاجه بعملها ايه؟ بعد ما اجمع الورقه اوقف ليه؟ اوقف ليه الانزيم؟ خطوات الاكستراكشن فهمه مش اكتر، السطر الثالث هو اللي هننفذه. بعمل كوليكشن بتجمع النبات اللي انت هتشتغل عليه وتعمله دراي، دي اول حاجه. تاني حته مهمه جدا، اول ما تجمع الورقه لازم تعمل انزيم دي اكتيفيشن، لازم توقف الانزيم. ازاي توقف الانزيم؟ وده سؤال بيجي في الامتحان، ثلاث حاجات. يا اما لايوفلايزيشن اللي احنا بنسميه فريز دراينج، تخفيف بالتبريد. تفضل تقلل البريشر، في علاقه طبيعيه بين البريشر والبوينج بوينت. تفضل تقلل البريشر لغايه لما البوينج بوينت بتاع الميه اللي انت عاوز تبخرها يقل، تلاقي الميه بتتبخر عند درجه 30 35. كده انت عملت ايه؟ تخفيف للتبريد، فريز دراينج او لايوفلايزيشن عشان ما تكسرش الدراكسايد. معايا؟ يبقى اول طريقه توقف بقى الانزيم فريز دراينج. تاني طريقه تحط ماده زي الامونيوم صلفيت. ده بيرسب الانزيم، بيرسب البروتين اللي وقف الانزيم. او تغلي لمده نص دقيقه مع الكحول او الاسيتون. الحاجات دي يا جماعه بتعمل فينا الكيوريشن للانزيم. الحاجات دي بتبتدي توقف الانزيماتيك ريأكشن. توقف الادفيرس انزيماتيك ريأكشن. معايا؟ السؤال ده بيجي ازاي اعمل انزيم دي اكتيفيشن ديورنج الجلايكوسايد بريباريشن؟ دول ثلاث حاجات. بغلي مع الاسيتون. ها؟ او احط امونيوم صلفيت يرسب الانزيم او اعمل فيز دراج. شلت الانزيم. بقى عندي في البودر ايه؟ حاجات بولر وحاجات ايه؟ عاوز اشيل الحاجات دي انا مش محتاج. ازاي اشيل الحاجات النون بولر؟ في نون بولر سولفنت زي مين؟ ها؟ زي السيحان على البودر في الايثر واخد الفات في الايثر وارميه. فاضل عندي مين؟ الحاجات البولر اللي انت محتاجها جلايكوسايد. تعمل اكستراكشن بايه؟ بولر سولفنت زي مين؟ يا اما الكحول لوحده يا اما الكحول مع شويه ايكوس. خلاص؟ تمام؟ كده خلصنا؟ طلع عندك ايه؟ كده خلصنا ولا لا؟ لا بس كده؟ طلع عندي 30 جلايكوسايد مع بعض. انا عاوز افصل لوزلي ريليتد كومباوند. عاوز افصل ال 30 اللي شبه بعض. الترم الاولاني كروماتوجرافي. مش الكروماتوجرافي بتدرسوا الحاجات اللي هي قريبه من بعض. يبقى الانديفيدوال جلايكوسايد اللي طلعوا مع الايثانول، انت عاوز تفصل بقى الجلايكوسايد ده. تبتدي تفصلهم بايه؟ بالكروماتوجرافي. اخر عنوان هنتكلم عليه دقيقتين بالظبط، دقيقتين عشان نبقى واقفين مع الناس. انت دلوقتي طلع بص كده الحاجات البولر، اخر حاجه الحاجات البولر اللي طلعت من الباودر ايه؟ احنا لسه ليه من شويه جلايكوسايد صح؟ يا جماعه الناس معايا الحاجات فين؟ الكلام ده انا عمال احفظ فيك الحاجات تزعل، فنفهم مع بعض ايه المشكله عندكم يعني؟ الجلايكوسايدز مع كالوري ماتر او حاجه زي التنينز، كل الحاجات دي بولر. انا ممكن يطلع مع الجلايكوسايد الحاجات دي انا مش محتاجها. ازاي اشيل الحاجات دي؟ هنشيلها بحاجه اسمها الليد اسيتيت، لغايه هنا ومش هذاكر السطرين اللي باقيين. ازاي تشيل الحاجات البولر من الجلايكوسايد؟ هترسبها بهيفي ميتال اسمه ايه؟ ها؟ ليد اسيتيت. لحد هنا. هو المفروض بيقول لك انت بتحط ليد اسيتيت هيرسب الحاجات دي هترميها، بس ساعات يبقى في زياده من الليد فتحط H2S وترسب الليد اسيت سلفايد او على اي سلفيد. ما تذاكرش السطرين دول لغايه ايه؟ ها؟ ازاي اعمل العنوان اللي عندك في الورقه اسمه جلايكوسايد بيوريفيكيشن. ازاي تنظف الجلايكوسايد من الحاجات دي عن طريق الليد اسيت. تمام؟ خلاص؟ بعد كده الديترمينيشن بتاع البوند، احنا وقفنا احنا قلنا العنوان ده في المجموعه وقفنا مش هياخد وقت. ازاي اعرف الرابطه؟ احنا قلناها يعتبر. ازاي احدد نوع الجليكوسيليك بوند؟ بصوا كده كلمتين ونص. اول طريقه اسمها الانزيماتيك ماس. انا هجيب يا جماعه الجلايكوسايد اللي انا محتاج اعرف نوع الرابطه بتاعته واحطه على الفلتر بيبر وابتدي اعمل دراين وارش بعد كده اعمل سبرينج. ركز معايا، مثلا بالانفرتيز انزيم. فرضا فرضا لو كان الجلايكوسايد ده الفا، الجلايكوسايد اللي انت مش عارفه، انت عملت له سبرينج بالانفرتيز، حطيت نقطه على فلتر بيبر وحطيت انفرتيز انزيم.
هو ايه اللي هيحصل لو تحط الانزيم ده على الفا؟ الفا اللي كانت هيتكسر ويطلع ايه؟ فري الفا شوجر، صح كده؟ طيب كمان مره اعمل بقى سبرين بحاجه زي الانيلين سيتريت. اشمعنى الانيلين سيتريت؟ بيقول الانيلين سيتريت لو لقى قدامه فري شوجر يتفاعل معاه ويديني لون احمر بالكلر. فهو بيقول انا عندي جلايكوسايد ما اعرفش الربط الفا ولا بيتا، احط نقطه على الفلتر بيبر وانشفها وبعد كده ارش ايه؟ ها اعمل سبرين بالانفرتيز انزيم مثلا وبعد كده الانستيت ظهر لون احمر. كده عرفت ان انا معايا ايه؟ الفا جلايكوسايد اتكسر بالانفرتيز وطلع فري شوجر، الفري شوجر اتفاعل مع الانيلين سيتريت وطلع لون احمر. طب لو انا رشيت الانفرتيز وما طلعش لون احمر نورت كلر، معناه ان الجلايكوسايد ما اتكسرش بالانفرتيز، صح؟ معناه ان الجلايكوسايد بتاعي نوعه ايه؟ اخر طريقه الاوبتيكال روتيشن. مش احنا قلنا يا جماعه في الفا شوجر، في عندي حاجه اسمها ايه؟ البيتا شوجر. الجلوكوز دايما بقول عليه ديكسترو تاتول، وساعات اقول عليه ديكستروز لحد ما اخد الكربوهيدرات. لو انا جبت يا جماعه فريش، بركز على كلمه فريش، الفا جلوكوز، الاقي الفريش الفا جلوكوز بيعمل ديكسترو روتيشن. ديكسترو تاتول يعني دي سمول، العلامه دي معناها بيغير اتجاه الضوء ناحيه اليمين. بمقدار قد ايه؟ 112. لو انت جبت بيتا جلوكوز لو تفتكر، ها هيعمل برضو ديكسترو روتيشن عند درجه 18.7 وساعات بنقول على 19 بنقربه كده. وايه اللي بيحصل؟ عشان لسه قايلين في بيتا روتيشن، الالفا بيقرب من البيتا والبيتا بيقرب من الالفا عشان يقعد في مرحله كده اللي هي بتديله الاستابيليتي اللي هي كام؟ تلاقيه بيعمل ديكس روتيشن عند 53 اللي هي 52 وايه؟ 7.10. ما علينا، لو انا معايا الفا جلوكوز هلاقي الاوبتيكال روتيشن بتاعه هيفضل ايه؟ 112. هتفضل هسيبه مع مرور الوقت هلاقي القرايه في الجهاز عماله تقل عشان توصل لده. لو انا معايا بيتا جلايكوسايد فيها بيتا جلوكوز هتفضل القرايه تزيد عشان توصل للرقم اللي هو في النص اللي احنا بنقول عليه ستيبل مفهوم. فانا بجيب الجلايكوسايد وبكسره عشان يطلع الشوجر واقيس الاوبتيكال روتيشن، لقيت القرايه عماله تقل يبقى انا معايا رقم، لقيت القرايه عماله تزيد خلاص. هناكل بنشرح ثلاث ورقات مش كمية كبيرة ولا حاجة، بس عشان تقريبا انتوا طالعين من اجازة فهتكون مش مستوعبين يعني خلاص. بس طبيعي دول التلات ورقات يعني عارف انت الحصة ايه مثلا ورقتين خلاص المنهج كبير يعني انتوا عاملين حسابكم ساعة ونص تقريبا.